تكون قادر على زراعة غذائك في قلب أي مدينة في العالم ومهما كانت الظروف. ولأن الحاجة أم الاختراع، سعى الإنسان بالفعل لابتكار ما يمكنه من ذلك. أهلا بكم في بذرة. قد يخطر على بالك مع ما نشهده من حقائق عن مستقبل الغذاء، لماذا لا أزرع غذائي بنفسي؟ فكرة ممكن تقابلها في ذهنك الكثير من التحديات، منها خبرة ووقت غير كافيين لزراعة ورعاية النباتات، أو عدم امتلاكك لمزرعتك الخاصة، أو حديقة في منزلك، أو أنك تسكن في شقة ولا تملك المساحة الكافية لذلك، وغيرها من الأسباب، منها المتعلق أيضاً بظروف المناخ. ولكن تأتي الابتكارات من شتى أنحاء العالم لتجعل الأمر سهل وممتع وممكن في نفس الوقت. في دولة الإمارات أطلق معرض بستاني تفاعلي داخل الفيلا المستدامة في مدينة مصدر في أبوظبي، وعرضت فيه عدد من التقنيات الزراعية اللي يمكن استخدامها في المنزل. فعندما يدخل الزائر الفيلا بيتعرف على الكثير من التقنيات الزراعية المتطورة واللي تمكنه من زراعة كثير من الخضروات داخل منزله. هذا المعرض جاء بالتعاون مع وزارة الدولة للأمن الغذائي ومدينة مصدر. أحد التقنيات اللي عرضت في هذا المعرض كانت النظام العمودي للزراعة بدون تربة. فإذا أردت أن تزرع خضرواتك في المنزل وليس لديك مساحة كافية، بتمكنك هذه التقنية من زراعة 25 نوع مختلف من النباتات الصالحة للأكل، ضعف سرعة الزراعة بالتربة سواء داخل منزلك أو في الهواء الطلق، وما بيشغل إلا مساحة 10 قدم مربع. كيف يعمل الجهاز؟ تقوم المضخة بتدوير قطرات الماء الغنية بالمغذيات بشكل دوري من الحوض إلى النباتات للسماح لها بالنمو عمودياً. أما إضاءة الليد فبتوفر الضوء لنباتاتك حتى تستطيع النمو داخل المنزل دون الحاجة للإضاءة الطبيعية. بالإضافة إلى هذا الجهاز يوجد أجهزة زراعة منزلية ذكية أخرى بأحجام مختلفة قد تساعدك على الزراعة في أي ركن في منزلك بسهولة. أما إذا كنت بحاجة إلى آلة زراعية أكثر تطوراً تساعدك على زراعة محصول أكبر في حديقتك، فقد عرض معرض بستاني مشروع تقني يمكنك من تصميم وإدارة مزرعتك المنزلية بدقة دون الحاجة للوقت والخبرة المطلوبين عادة لزراعة المحاصيل. كيف يمكن ذلك؟ تحتوي هذه التقنية على نظام آلي بالكامل يقوم بإدارة البذور والري وإزالة الأعشاب الضارة وفحص مستويات الرطوبة، وكل ما على المستخدمين فعله هو برمجة مزارعهم والانتظار حتى حصادها. من خلال برنامج على الكمبيوتر يقوم المستخدمون بتصميم مزرعتهم فيه عن طريق رسم إحداثيات على شبكة، ويتم اختارهم عن طريق البريد الإلكتروني عندما تكون النباتات جاهزة للحصاد. وعلى مستوى أكبر أدت التقنيات الذكية إلى جعل زراعة أي محصول ممكن في أي مكان كان وبكميات كبيرة حتى لو في وسط المدينة. فقد تجد مزرعة ذكية في منطقة صناعية ببساطة لأنها تعتمد على الماء ولا تحتاج إلى التربة. كما أن هذه التقنيات توفر العوامل المناسبة لنمو أي نبات بالظروف اللي تلائمه ضمن بيئة مغلقة، ما يعني أن عوامل مثل المناخ وفقر التربة لن تشكل عائق على كثير من الدول. أحد الأمثلة على ذلك مزارع مدار في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، واللي تعتزم إنشاء أكبر مزرعة داخلية تجارية في العالم لزراعة الطماطم باستخدام تقنية الإضاءة الموفرة LED فقط، وهي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار. أما مزارع البادية في دبي فتنتج ما بين 200 و 250 كيلوغرام من النباتات الورقية مثل الخس والريحان والملفوف والنعناع وغيرها، وتعتزم بالتعاون مع مدينة دبي الصناعية إلى إطلاق مزرعة عمودية أخرى تمتد مساحتها على 50 ألف قدم مربع
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها في الربع الثاني من عام 2020 بسعة إنتاج تصل إلى 3500 كيلوغرام يومياً لأكثر من 30 نوع من الفاكهة والخضروات يتم زراعتها بشكل مستدام وتوزيعها في السوق المحلي على مدار العام من مدينة دبي الصناعية. ليس على التكنولوجيا مستحيل، فمع كل تحديات الأمن الغذائي اللي تواجه الإنسان تبرز الابتكارات من عقول فكرت خارج الصندوق، منتجة حلول تزيل الصعوبات لمستقبل أفضل بإذن الله. دمتم بحفظ الله.